يذكر يا رجل، لا يذكر أن عبدا دعا الله فرده ورده أبدا. ولذلك يا شيخ نحن في كل يوم نقرأ سورة الفاتحة وندعو، نصف سورة الفاتحة دعاء. الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 17 مرة، هذا من غير النوافل والرواتب. الله. أنت شيخنا، أنا ما أريد أن أقاطع، أنا أبحر في سفينتك الجميلة، لكن أنت قلت ما في أحد دعا الله فرده، لكن كثير يقولون دعوت بشيء فلم يستجب لي، إيش نقول لهم شيخنا؟ هذا مستعجل. ولذلك في الحديث القدسي يا شيخ، الحديث القدسي أن الله يقول يا عبادي كلكم ضال، كلكم تشمل إلا من هديت فاستهدوني، يعني ادعوني اطلبوا الهداية مني جل جلاله. يا عبادي كلكم جائع إلا من استطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا الله. يا عبادي كلكم هارم إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون الليل والنهار. الله. وأنا أغفر الذنوب. وهذا رد حتى على إخواننا الذي يقول يا أخي أنا أذنب كثير، هنا نقول له تعالى اسمع، الله يقول كلكم يذنب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، هذا يا شيخ رد، لو أن أولكم يا الله من آدم وآخركم آخر من يموت الله أكبر وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد الله ثم استغفروني غفرت لهم ولا أبالي، على أفجر قلب رجل ثم استغفروا الله غفر الله لهم ولا يبالي. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد الله كم عدد الخلق على صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته وأعطى الله كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر. ولذلك فضل الله عظيم. لكن هؤلاء بالمناسبة الشيطان هو الذي يحاول أن يخبر الإنسان، لأنه يعلم أن الله لو دعاه استجاب، فيحاول أن يبعد الإنسان عن دعاء ربه بأي سبيل. ولذلك الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل أو يسأل يغضب. صحيح. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. أنت إذا سألت الله يفرح ولا يغضب، ولذلك كيف لا يعطيك. ولذلك ابن الشيطان الرجيم إذا علم أنك تدعو الله حاول أن يقطع عليك ويأتيك بهذه الظنون وهذه الشكوك، كيف تدعو وأنت مذنب؟ لأنه يعرف أنك إذا سلكت الطريق ستنجو وهديت وفتحت لك الأبواب. أبو هريرة يا رجل رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أمي تؤذيني فيك. الله أكبر. صحابي جليل ولم تسلم أمه بعد وتسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة منزعج، هذه أمه والمسبوب محمد عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أدعو لأمي فقط حتى لا تؤذيني فيك. هو كان يريد فقط يدعو لها عشان اسمها تسبه. فقال اللهم اهدي أم أبا هريرة. الله يقول أبو هريرة فذهبت للبيت رايح، يوم وصل عند الباب وطرق الباب قالت أمه انتظر لا تدخل، مكانك في الرواية مكانك. يقول قلت إنا لله وإنا رجعنا، مش بتقول بعد. قال فخرجت إليه وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مستبشر راح يا رسول الله استجاب الله دعاك لأمي، وفرح أبو هريرة قال فرصة، قال ادعو الله لي الله يا رسول الله ولأمي ألا يرانا أحد إلا أحبنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرى أبا هريرة أحد إلا أحبه، وإلى يومنا هذا لا يسمع بأبي هريرة مؤمن إلا يحب ذلك الصحابي. فنشهد الله على محبة نبينا ومحبة صحابته وأبو هريرة رضي الله عنه.